السلام عليكم متتبعي منبر 24. اليوم خرجنا الشارع طنجاوي، سولنا الناس شنو هما الحاجات اللي كتخليهم يهاجروا وكيسمحوا في اعز مكان في هذه الدنيا هما والديهم. خليكم تعرفوا معنا الاجوبه، صراحه كانت صادمه بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا العزيز، شنو هما الحوايج اللي كيخليو الانسان يهاجر من هذه البلاد هذه وكيتجه الى الديار الاوروبيه؟ اخا واش نقول لك، فهمت؟ هنايا قامعيننا وبزاف الحوا حاقريننا وبزاف الحاجات ما جابرينهمش في بلادنا، خصنا نجبرهم في بلادنا على داك الشيء. حنايا ملي ما كنجبروش الحريق وهادي كنتعاطاو واحد الحاجه يا اخا، يعني الانسان كيتعاطى المخدرات، تعاطى المخدرات وديك الشيء هذاك عادي عندنا في اي حي طنجة سينا عارف تبان داك الشيء. يعني البطاله هي السبب، ما كاين لا خدمه لا خدمه، ما كاين لا خدمه وما ما عاملين لا فين نخدموا لا والو، لا طبيب لا هادي. الطبيب لا بغيتي تمشي تداوي راسك دوسه خصهم يكونوا عندك فلوس دوسه، اما كنت اذا درويشه تعاود محمد الخامس يسيبوك تسمى، فهمت؟ وللاسف للاسف السديد الدوله ديالنا يعني عاجبها هادشي هذا، بانهم المجتمع ديال الشباب ديالنا كيعطيهم المخدرات، كيقول لك اللهم يتجاوز المخدرات ويسكت ما يطالبش، حيت الدوله حيت الدوله ماشي من حقها يكون كلشي واعي ومثقف. الدوله يعني الصالح ديالي يكون يعني الانسان كيداعي المخدرات، اما اللي كان واعي ومثقف غيطالب بالحقوق ديالو. والدوله الدوله يعني العكس من هادشي هذا، بنادم اللي خصو يطالب بالحقوق ديالو كما الزفزافي انتم شفتوا بعينكم كيطالبوا بالحقوق ديالو، عطاو له 20 عام ديال الحبس. من دوله هذيك يقول لك دوله الحق والقانون؟ هذه الدوله تقع مع القانون. خويا العزيز الراي ديالك، شنو هي الحاجه اللي كتخلي الانسان يهاجر الى الديار الاوروبيه؟ هو الخدمه والو ولا شي؟ ولا شوف الخدمه والو، شوفوا بزاف الحوايج عندك كيفاش يعني الانسان كار هاد العيشه. صح وبزاف، فهمت كيفاش؟ معظم ديال الشباب البارح بسبسه مشاو جوج لواد عمتي وواحد العايد عمي مشاو. الله يسهل عليهم. مشاو خاو من السبته، فهمت كيفاش؟ خاو عيينا الكلام، فهمت كيفاش؟ الخدمه والو دا، فهمت كيفاش؟ مع الزهر ما باغيناش يمشيو نتما، وبنادم كيحك راسو، فهمت كيفاش؟ ونادي بنادم يجار ابو هادي ونعاودو بلاد الحق راه والسلام. شوف شوف شوف، ما كاينه لا مخزن معوض، ما كاينه والو اخاي، حتى فهمت كيفاش؟ قرايه بعد انا اللي جينا نهضروا على قرايه، راه ما قرينا والو. هاد العام قريتو شي ولا والو؟ واتينا لا مشيتي تا غيبتي نهار واحد كتمشي عند الحارس العام كيخلي لك داكشي تبي بس تدخل، كيخليك تخرج من الزنقه. علاش؟ وحيت لا خليك تخرج من الزنقه راه غتخرج من الزنقه، راه شنو كاينه في الزنقه؟ كاينه التبله يعني، كاينه الكرو يعني الشاش اتينا داكشي هذاك، حيت لا كانوا هما كيعاونونا، راه حنا بنادم حنايا حنايا عجبرو اجبرنا عاود حتى حنايا كنعطيو الجهد ديالنا وكذا، ولكن كتشوف كتجبر كتعيد الجهد ديالك كيفاش لونا كيفاش لهم كيعاونونكش يعني، هما ما عندهم ما يخسروا عليك والو فهمتي، ولكن ما كيعاونوكش بشي يعني. تينا عاد تجي تقرا كتجبر استاذه جالسه راه فيناتي شبراي التليفون كتطلع، ما نعرفش ني كتشوف تما يماك يجي واقيلا، ولا ما نعرفش ني كتشوف تما جالس واش هيدا نقراو. كتجبر واحد يعني الطموح ديالو يعني، لا قريتيه قريتي شي حاجه اكثر من ديك الماده اللي عنده تمايا يقدر يوصل شي حاجه كبيره، ولكن هما كل ما انت عندك واحد شي حاجه التفكير كيزيدوا ديك التفكير هذاك يزيدوا يغبروا مره كيرجعوك مسطل. نتمنى لكم التوفيق عليكم. السلام عليكم. السؤال ديال هذه الحلقه هذه، شنو هما الاسباب اللي كيخليو الشاب المغربي يسمح في بلاده ويهاجر الى الديار الاوروبيه ويسمح في واحد الحاجه عنده عزيزه بزاف واللي هي الوالدين ديالو؟ ممكن تعطي لي مرحبا. الاسباب كاينه كثيره، منها يعني الدوله يعني من فرص الشعب ديال داك الشيء اللي بغا، ومنها يعني الشغل والتعليم والصحه. للاسف الشديد بان عندنا في المغرب عندنا ناقص بزاف من الدول قيمه من الدول الاخرى. الحاجة اللي يمكن يعني تكون مهمة أكثر من هذا الشيء هذا بحال العمل، غيكون العمل يعني غيكون واحد الفرق، يعني غيكون واحد الفرق التحسن يعني 80% ولا 85% غيكون ديال التحسن. الله يرحم والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا العزيز، أشنا هما الحوايج اللي كيخلي الشاب المغربي يهاجر إلى الديار الأوروبية ويسمح في شي حوايج عنده عزازين بزاف بحال والديه خوتو؟ خاي ديالي هادشي هذا اللي وقع دابا في هذه الهجره السريه، هما المواطن الشعب المغربي ما جبرش الحقوق ديالو في المغرب. هو علاش دابا كيمشي للديار الاسبانيه باش كيجبر داك الشيء اللي بغا هو؟
فهمتي يعني كيجبر الحقوق ديالو، كيجبر خدمة الطب، كيجبر الخدمة، تعليم كيجبر التعليم، كل شيء. يعني دوك الناس هادو كيعاونوا المغاربة. بالنسبة ديال الوالدين، الله يحسن العون الوالدين ديالهم، والله يحسن العون الآباء ديالهم. واللي كنتمناو من هاد الشهادة هما المسؤولين ديال المغرب يشوفوا لنا شي حل، ونتمنى هاد الميساج هذا يوصل للمسؤولين. وشكرا، شكرا لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.